اكتر واحد اكتر مدرب مضغوط في الاربعه اللي موجودين هو كولر. كولر ها، وانت من يوم خساره السوبر جماهير الاهلي عامله ايه؟ متضايقين طبعا، مش طايقه نفسيها طبعا. ازاي نخسر يعني اسهل بطوله بالنسبه لهم، وعلى الكلام اللي كان بيحصل، وعلى الاعلام اللي هو قاعد يغرر بيهم، وتلاتة واربعة والزمالك ما يروحش والزمالك مش عارف ايه، فكل الكلام دوت جمهور الاهلي مش هيستحمل تاني ان هو يخسر السوبر. فهو لو ما كسبش السوبر هيبقى على طول، ده ممكن ما يكملش ماتش العين. اي حد لا ماتش العين بعدها باربع ايام، وايه يعني عادي؟ لا هيبقى صعبة. مين ما بص مش هيبقى فيه، لان الناس اللي مش هو هنا في القاهرة شوف جماهير الاهلي تروح تعمل فيه ايه. فخلي بالك، ما انت لو خسرت السوبر ده نقطة فارقة في تاريخه، اذا كان هيبقى موجود ولا لا. فانا بقول لك اهو من دلوقتي لو حصل حاجة هيمسكوا سامي قمصان ماتش العين. طيب هو يعني كان بيفكر ان هو يغير طريقة اللعب وان يستعين ويغير التشكيل، هل لو غير طريقة اللعب واضاف بعض العناصر في التشكيل ممكن يغير من اداء النادي الاهلي؟ ممكن يبقى النادي الاهلي يقدر يفوز على سيراميكا وبعد كده يفوز على اي فريق بقى بعد كده في النهائي، سواء بيراميدز او الزمالك، ويحصل بطولة السوبر. هو بص مشكلته، انت حتى لو غير طريقة اللعب مش هيلعب قفشة. طريقة اللعب دي عشان تتغير لازم يبدأ بقفشة، لان قفشة ده هو الوحيد اللي بيعمل له شكل جمالي وايجابي في الملعب. ما قفش نزل في السوبر الافريقي، معلش بس نزل امتى؟ ما عملش حاجه. طب ما نزل في كاس مصر وعمل ونزل في ماتش سيراميكا وعمل ماشي. ونزل في ماتش طبيعي ان يعمل. لا يا حبيبي انت ورا رابحه. لا انا العب من البدايه في فرق لما انزل وانا فرقتي مش شايفه. ممكن يكون عنده هو كمدرب عنده رؤيه ان هو بيخليه على الدكه، ما عندوش رؤيه فنيه خالص. اسمع اللي انا بقول لك عليه، هو بيحب وبيكره. هو فتره بيرسيتاو كان مكسر الدنيا، قعد ليه؟ حسين الشحات في فتره من الفترات اول ما جه في ماتش ريال مدريد لو تفتكر، كان حسين نجم المباراه وقعده فتره. فهو واحمد عبد القادر، الامثله كتير. قفشه لما كان بيلعب وماشي كويس وقعد، واخد بالك؟ لا فهو بالنسبه للتكتيك الفني هو ما عندوش. تمام. جوميز الناحيه الثانيه، جوميز مش فارق معاه. تعرف ليه؟ خد بطوله، واخد بالك؟ وهو رايح بمعنويات عاليه، خسرت البطوله عادي محدش هيحاسبني. ليه؟ لان انا خدت بطوله فعمل رصيد. انما كولر هو المضغوط، اكتر واحد مضغوط هو. تمام. يوروشيتش برضو مش مضغوط. مش مضغوط لا خالص. البطوله مقامه في الامارات، ما كانت مقامه كده في الامارات، وكان احسن من كده ايام اللي هو كان البرتغالي اللي مشي ده اسمه ايه، كان مين البرتغالي اللي هو مشي اللي كان باتشيكو. باتشيكو واخد بالك، وكان التيم احسن من كده وكان ماشي كويس قوي، ورغم كده وكان مع عبد الله السعيد ورمضان والرجاله وخلاص. طيب اخر سؤال، رتب لي. طبعا لا والله. رتب لي ال يعني الفرق الاربعه الاقرب للفوز ببطولة السوبر. احنا قلنا في اتنين ما شفناهم. ماشي رتبهم. انا من وجهه نظري انا اتمنى يا لا ماليش دعوه بالتمنيات. ما انا بقول لك اهو يا بيراميدز يا سيراميكا. لا قول لي مين. بس لو في عداله تحكيميه. لا قول لي النسب يعني، وزع النسب. لو في عداله تحكيميه. لا العداله التحكيميه موجوده لان حكام مصريين، لكن انا بكلمك النسب. ان هم مصريين يعني. ماشي النسب كام وزع حالي على الاربع فرق؟ بيراميدز كام في المية؟ 60%. 60% دي نسبة كبيرة قوي. طيب ناقص لك الاهلي الزمالك سيراميكا. هما بقى يخرجوا مع بعض، اللي هيقابل بيراميدز
يعني وزع لي ال 40%. لا لا مش هوزع ال 40، مش هوزع، لا وزعهم لي 15 15 10. الاهلي الزمالك نسبهم متساويه؟ لا 15 15. الزمالك سيراميكا الاهلي 10. الزمالك سيراميكا وبعدين الاهلي 10. سيراميكا اعلى من الاهلي؟ الاهلي مضغوط جدا، انا بقول لك كلام وانا عارف الكلام دوت كويس قوي. ايوه ماشي، الضغط ده ممكن يبقى دافع، ممكن ما بقاش دافع. عدلت. بس انا مش عارف، عندي احساس ان بيراميدز لو في عداله تحكيميه هياخدها، مش عارف. العداله التحكيميه موجوده يا كابتن رضا. نمبر 1 لاعب من الاهلي تتوقع تألقه في السوبر، وسام ابو عادي، حسين الشحات، امام عاشور، وسام. لاعب من الزمالك تتوقع تألقه في السوبر، عبد الله السعيد، زيزو، ناصر ماهر. ناصر ماهر. لاعب من بيراميدز تتوقع تألقه في السوبر، عبد الرحمن مجدي، ميلي، وصدي انجوله. عبد الرحمن مجدي. لاعب من سيراميكا كليوباترا تتوقع تألقه في السوبر، احمد قندوسي، بالحاج، ايبوكا. قندوسي. الافضل لقياده هجوم الزمالك في السوبر، الجزيري، ناصر منسي، عمر فرج. ناصر منسي طبعا. ناصر منسي طبعا. الافضل لحراسه. انا بضحك مش عشان تريقه عليه ولا الكلام ده، لا انا مقتنع بناصر منسي عن الجزيري. تمام. الافضل لقياده لحراسه مرمى الاهلي في السوبر، الشناوي، شوبير، حمزه علاء. طبعا انا عارف الاجابه. قول يا كابتن. ماشي. من سيتاهل لنهائي السوبر في المباراه الاولى، الزمالك ولا بيراميدز؟ انا قلت بيراميدز. تمام. من سيتاهل؟ قول الزمالك. ما زعلش، انا بتكلم على ده وجهه نظر بالنسبه لنا. تمام انت حر. من سيتاهل لنهائي السوبر في المباراه الثانيه، الاهلي ولا سيراميكا كليوباترا؟ سيراميكا. سيراميكا كليوباترا. ما احنا قلنا الكلام ده، هاجي اغير دلوقتي. تمام ماشي. لا براحتك. ماشي. كابتن رضا عبد العال.